السيدة صديقة العائلة صاحبة المدام ديالي كان عندها واحد الولسيسة في العنق ديالها، كانت صحيحة. السيدة عندها 32 عام، عندها 3 وليدات. مشات مسكينة الجمعة، يعني تقريبا شي كان جور دابا، فهمتي؟ دابا جوج سيمانات بالضبط. مشات الجمعة، دخلات دارت العملية الجمعة في العشية، السبت الصباح فاقت. المهم هي فاقت من التخدير، يعني ماشي دارت العملية، ما ماتش هي أثناء، موقعش يعني لا وقعت شي حاجه من بعد، بحال تقريبا ربما لان الطبيب سمعت ان الطبيب اللي دار العمليه ماشي مختص، فهمتي؟ يعني في الحنجره، ماشي طبيب اختصاصي، فهمتي؟ والحنجره جهاز يعني منطقه حساسه، لان يعني فيها اوريده، فيها الاوريده ديال الدم، وفيها الجهاز الحبل الصوتي، فيها يعني فيها كل شيء، العنقره فيها كل شيء. يعني تقريبا السيده ملي مشاو يشوفوها ربما اختها كانت معها هذيك الساعه اللي وقع عليها، دخلت في غيبوبه، كانت كدوي معاهم حتى طاحت، فهمتي؟ نزلوها للإنعاش، الغد قالوا لي السيدة راه ماتت. مشينا حنا عزينا صافي، داروا الإجراءات ديال العزاء، وداروا الخزين، وكيتسناو في السيدة أنه يجيبوها. مشى الغد باش يجيبها، قال لي أودي السيدة راه باقا حية. هادشي الاثنين، الثلاث بقات حية، يعني الاثنين والثلاث النهار كامل في الليل مع 10:15، هادشي اللي قال لي بالضبط نسيبها. 10:15 ديك النهار الطبيب قال لي راه السيده ماتت، جابوها الاربعاء دفنوها. داز السيمانه بالضبط، الاربعاء حتى الاربعاء البارح. اثناء هاد السيمانه كاين ناس سمعوا الصوات بشكل متواتر، يعني ماشي واحد اللي قالها، حيت ماشي يوميا اللي مات كنقولوا راه السيد راه سمعناه كيدوي في القبر ديالو. ملي كيكون الحاجه متواتره يعني راه ما يمكنش يتفقوا 20 باش يكذبوا، ولكن ما تخاش الامر بمحمل الجديه، فهمتي؟ وفي الاخر ملي تكثر كثرت الهضره بزاف، وان انا شحال من واحد سمع الصوت ديالها من القبار، والناس كيسمعوها وشي، وجاو خوتها وجاو خواتاتها، وجاو الناس حجوا تقريبا بالالاف، ما كان مصورها داكشي كثير، ومع الظلام واخا تصور ما غيبانش مزيان، فهمتي؟ المهم كان ما الناس ما قدروش من طبيعه الحال يوصلوا للقبر الا باذن ديال السيد الوكيل الملك. جا الاذن ديال الوكيل الملك بعد العشاء، تعطى الاذن، جات الشرطه العلميه وجبدوا القبر، جبدوا الحل، جبدوا الصندوق، حتى واحد ما طلع الصندوق، لان ما عندكش حق ملي كتكون الشرطه العلميه وكاين السلطه المحليه، السلطه هي مكلفه، حيت الناس ما يمكنش غتلحق القبر غتمشي. جابوا الصندوق، جابوه هنايا للمستشفى المحلي بن حمد، كان الدكتور رشيد الله يجازيه بخير هو اللي فحصها وخذ الوقت الكافي ديالو، خرج بتصريح قال لهم السيده راها ميته سريريا، ميته يعني سكت قلبها ساكت، يعني ما كاينش السيده ميته، ولكن بحال هكا السيده بحال يلا ميته، كيقول لي ما كاينش علامات ديال ان السيده ميته 9 ايام ولا 8 ايام نهائيا، ما كاينش دليل، السيده الجلد ديالها باقي مزيان، ما فيهاش الريحه نهائيا، ما كاينش الريحه، واش كاين شي واحد كيموت 8 ايام ولا 9 ايام وهو في القبر وما يخلز ما والو، ما يدود ما حتى حاجه، ما يمكنش، مستحيل. الناس هنا كيطالبوا بالتشريح، إعادة تشريح لتحديد الزمن الحقيقي للوفاة، إعادة تشريح لتحديد الزمن الحقيقي للوفاة. راه كيتحمل المسؤولية هو المصحة والطبيب اللي أشرع الوفاة ديالها، فهمتي؟ لأن السيدة هذا قتل عمد أصلا، وقع خطأ طبي، السيدة ما داروش الإنعاش اللازم. أنا السيد إلا كانت غير 1% أمل في الحياة كان بقى معها حتى لآخر رمق، ما يمكنش السيدة كانت باقا سخونة والقلب ديالها صحيح، فهمتي؟ وما داش الإنعاش وكتهزها كتلوحها وكتخليها كتموت على خاطرها، عذبوها، فهمتي؟ تعذبات السيده. والخبر ديال يعني ديال ان السيده كانت كتستنجد وكانت في القبر ديال حيه، درا يعني ما بقاش فيه النقاش، عاد الساكنه كامله، يعني بلا ما يجي شي واحد يقول لك شي حاجه، واخا يجي اللي جا واي تقرير يقول لك، واخا كاع التقرير ديال التشريح يخرج عكس اللي باغيين حنايا، ولا اللي كنتمناو ولا كنترجوا، اللي كنقولوا راه غادي يكون، راه ما غاتيقوش.